على امه. وانتو كمان يا حلوين لازم تسمعوا كلمة الماما والبابا كمان، عشان ما ياكلكم الثعلب. واللي راح يسمع الكلمة راح نجيب له هدايا كتير، راح نجيب له أرنب لعبة مشان يضل يلعب فيه، مشان يتذكر الأرنب شو صار معه. صرت لحظة شطورين وعم تسمعوا الكلمة. طيب راح نجي هلأ ونجيب لكم كتير هدايا.